ارتفاع غير مسبوق في عدد الوفيات بسبب استنشاق الغاز داخل المنازل في الجزائر، تجاوز 40 ضحية في شهر يناير الحالي، رقم يعادل 50% من عدد وفيات العام الماضي وفق إحصاءات رسمية. الحصيلة هذا الشهر مرتفعة كثير إذا قارناها بالحصيلة الإجمالية تاع سنة 2022 اللي كانت 111، حنا رانا في 44 حالة وفاة. الأسباب الأساسية ترجع أولا إلى انعدام التهوئة في معظم الأحيان، هذا واش نلاحظوه ميدانيا لما تدخل الفرق تاعنا. الشيء الثاني هو التركيب العشوائي. السلطات الجزائرية وأمام هذا الوضع أقرت تزويدا مجانيا للمساكن بأجهزة إنذار صوتية ومرئية ضد تسربات غاز أحادي أكسيد الكربون وإلاء العملية لمجمع الكهرباء الحكومي سونالغاز، فضلا عن إلزام تجهيز المشاريع السكنية قيد الإنجاز بهذا النوع من الأنظمة. العدد مرتفع جدا بالنسبة لنا، يعني كل يوم نسمع حوادث تقع في مختلف الولايات. إن شاء الله يعني هذا قرار صائب، يعني أنا أعتقد أنه قرار صائب، ونتمنى من شركة سونالغاز أنها تقوم بهذه المبادرة في أسرع وقت. هذا راجع لانخفاض درجة الحرارة، وتقوم بوضع أجهزة إنذار تفاديا للغاز القاتل الصامت. في الأثناء أطلقت الحماية المدنية حملات توعية لدى المواطنين بهدف ضمان تهوية المنازل وحثهم على تخصيص مهمة تركيب معدات التدفئة لفنيين مختصين. ويأمل الجزائريون أن تمكن الإجراءات الوقائية الفورية التي اتخذتها الحكومة في الحد من ضحايا أحادي أكسيد الكربون في أعقاب الحصيلة الثقيلة التي سجلت خلال الشهر الجاري. محمد جرادة، المشهد، الجزائر.